أشهر التقرير مسألة طلب العرض، أوكرانيا، روسيا، كلها عوامل ساهمت في أخذ الخام إلى هذه المستويات الحالية الأعلى. اليوم كان $91.48، نحن قريبين جدا من أعلى مستويات، حتى خام غرب تكساس بقرب من $88 اليوم. كورنيليا ماير رئيس تنفيذية لماير ريسورسز تنضم إلينا للحديث أكثر حول اتجاهات أسواق النفط. كورنيليا أهلا بك معنا. واليوم فوق $91 الأسواق في انتظار أوبك الاجتماع الأسبوع الثاني من فبراير، أوبك بلس مع الحلفاء. يعني اليوم هنالك من يعاني من ارتفاع الأسعار ومن يستفيد من هذه الارتفاعات أيضا. المناسبة كنت في اجتماع مع بنك أوف أمريكا خلال هذا الأسبوع، وتحدثوا أن الأسعار قد تصل حتى 125 دولار في ظل التطورات كلها. ولكن دعيني أسألك اليوم، برأيك الارتفاعات الأخيرة التي شاهدناها على الأقل في آخر 3 أو 4 أيام، هل هي مسألة عرض طلب أم أن هي مسألة علاوة مخاطر جيوسياسية أكثر؟ إنها الاثنين. من الواضح أنت تعلم أن الأسواق تتأثر دائما ولديها ردة فعل مبالغة تجاه القضايا الجيوسياسية والتي تحيط أوكرانيا وروسيا أوروبا، وأيضا كان هناك ردة فعل قوية تجاه ما يحدث وإطلاق الصواريخ الخاصة بدولة الإمارات. ولكن بالنظر إلى الصورة الكبرى، أوبك قامت بعمل رائع في توازن الأسواق وضمان أن التوازن بين العرض والطلب موجودان خلال هذه الفترة الصعبة وفترة الجائحة الصعبة. ولكن في الوقت الحالي ما لا يمكن أن يفعلوا هو أن تصرفاتهم محدودة، لأنه ينبغي وأن يكون هناك إنتاج مستمر. وإذا كنت ترغب في هذا الأثر فيتعين أن يكون هناك سعة احتياطية، والسعة الاحتياطية لأوبك تتعلق أو حسب جي بي مورغان في نهاية هذا العام 4 ملايين برميل يوميا، وتبعا لآي اي أو وكالة الطاقة الدولية عند 2.6 مليون برميل يوميا. إذا هذه السعة الاحتياطية تتراجع بشكل سريع. يعني في ظل هذه المخاوف من تراجع القدرة الإنتاجية أو سبير كاباسيتي كما أشرت إليها، هل هذا يعني احنا بانه امامنا اشهر من الاسعار المرتفعه؟ يعني ليس بشرط 90 او 100 دولار، ولكن لن نعود الى المستويات التي اعتدنا عليها لفتره بين ال 40 وال 60 دولار حتى لبعض اشهر. لا، لن نعود إلى هذا المستوى. نعم، 100 دولار في هذه المرحلة تبدو مجدية، ولكن دائما هناك أمور تتعلق بالتوازن بين العرض والطلب، وسوف نرى كيف سيرتد الطلب بشكل أسرع مما توقعناه، لا سيما بعد الشكوك المحيطة بكوفيد 19. وأمريكان أيضا لديه أثر أقل حساسية عما توقعنا. الطلب يرتفع والسعة الإنتاجية لا ترتفع، كما شاهدنا في الشهر الفائت. S&P Global Platts قالت أن أوبك بلس من المتوقع أن تضيف 400,000 برميل يوميا، وبعض المحللين أيضا قالوا أنه سيكون هناك 250,000 برميل يوميا. إذا هناك حدود، وبعض هذه الحدود تتعلق بالنواحي الجيوسياسية لك نيجيريا وليبيا، ربما مثل روسيا ودول أخرى سيتعين عليها أن تتدخل. البعض يراهن على النفط الأمريكي، المكسيكي، الكندي أن يرتفع الإنتاج لديهم يعني خلال الأشهر القادمة. هل تتوقع هذا الإنتاج ممكن أن يقلص من جزء من هذه المخاوف؟ نعم، قد يقلل من هذه المخاوف، وأتمنى أن يكون هذا هو الوضع، ولكن أشاهد خيبة أمل من أن غاز الصخري قد عاد أو النفط الصخري قد عاد، رغم من أنه لم يعد. علينا أن نرى إحياء للنفط الصخري في الولايات المتحدة، وإذا كان هناك اتفاقية تتعلق
البي بلس 5 والمفاوضات مع إيران، ربما سنشهد مزيدا من البراميل الإيرانية التي ستدخل إلى الأسواق مرة أخرى. إذن ربما سيكون هناك نوع من الراحة في الأسواق، ولكن في هذه المرحلة السوق ضيقة. يعني المفاوضات الإيرانية قد تكون من أبرز العوامل التي نراقبها خلال الأيام القليلة القادمة. كورنيليا ماير رئيسة التنفيذية لماير ريسورسز، شكرا جزيلا لك. Thank you very much, Hussein. It's always wonderful to be with you.